السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث النهاردة إلى روح الذكر، لأن أصل الحكاية حكاية روح. حكاية روح تداوي جروح، مفتوح على الأيام. قصة وعبرة، قوة وقدرة، طاقة ونصرة بكل حماس. أكتر من 95% بحثا في الفيديوز على اليوتيوب وفي السوشيال ميديا عن تحسين العلاقات بتكون من الأنثى. ماذا لو بحث الذكر عن رجولته؟ ماذا لو أصبح كل ذكر رجل بجد؟ حديث النهاردة إلى روح الذكر. يا كل ذكر بتسمعني الآن، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك القوامة، والقوامة دي مش موجودة عند الأنثى، أنت بس اللي عندك القوامة. أساس القوامة إنك تكون بتتحمل المسؤولية بجد، إنك تكون راجل بجد، إنك ما تروحش تطلب إيد أنثى وتجيبها في بيتك وإنت ما تكونش عندك تحمل المسؤولية. العقد اللي أنت بتعمله، عقد الزواج، ده عقد بينك وبين ربنا، مش بينك وبين الأنثى. لو انت مش قادر تكون تحمل مسؤولية ما تتجوزش، لان هيجي عليك في يوم من الايام هتقف قدام ربنا وهيسألك وقفوهم انهم مسؤولون، هتقدر ترد على ربنا؟ من اساس القوامة انك تحسس الأنثى بالامان وتديها الامان، لان دي الحاجة الوحيدة اللي الأنثى لن تتنازل عنها، هو الأمين. من أساس القوامة إنك تكون حسن في المعاملة معها وعاشرهن بالمعروف. من أساس القوامة إنك تكون محترم، استوصوا بالنساء خيرا، إنك تكون عندك حسن الخلق في التعامل. حتى لو الأنثى اللي قدامك ومراتك فيها مشكلة، اقعد معاها وهاتها النهاردة وابدأ صفحة جديدة معاها، وقول لها عندك مشكلة اتنين وثلاثة واربعة وانا هساعدك ان انت تكوني احسن. مش تاخدها حجة وتروح تعمل بيها حاجات حرام. الطريق الغلط والطريق الحرام سهل، لكن الوقفة قدام ربنا هي اللي مش سهلة. الطريق الحرام سهل والطريق الغلط سهل، بس والله أوله متعة وبعد كده هتعيش في الدنيا ميت، مش هتحس بأي حاجة فيها متعة. يا كل ذكر بيسمعني دلوقتي، اقعد مع نفسك النهاردة قاعدة بينك وبين ربنا وقول له يا رب رجع فترة الذكورة اللي بجد اللي جوايا. وبعد ما تقعد مع نفسك وتقعد مع ربنا، ابدأ اقعد مع مراتك وافتح صفحة جديدة معاها، وانتبه ان الاقربون اولى بالمعروف، واول الاقربون هي مراتك حبيبتك، السكن اللي والله بكلمة منك هتاخد قلبها وعقلها، وبيتك هيبقى كله ود ورحمة وسكن. وانتبه لان كثير يتفاخرون بالرجولة ولكن قليل من يتصرفون كالرجال. مستحيل عزم إرادة مع الأخلاق، كمل كمل قم وتأمل واملأ نفسك بكل يقين، عقل سليم في جسم سليم.
فكر حكيم بكل زمان. اوعى تفكر او تتعثر مهما تأثر قلبك آون، مهما تأثر قلبك آون. Because